المهم خوتي السلام عليكم. اليوم فلوق جديد عاوتاني ان شاء الله في البريه. اخ زويره هو فينا هو كيصيد راه رامي سناره في الواد. المهم شنو شدو زويري؟ شدو اليوم السمك القرش. نشدو القرش في الواد واد ورغه. المهم خوتي ابوني تفعل الجرس كومونتير زوين لي يسهل عليكم. كنتمنوا تكون شي حصيله مزيانه شي كاربا ولا شي نهري كبير غنفرجوكم. المهم اخوتي نوكلو نديرو الطاب مسرلاط اللي ما كيعرفش مسرلاط. شوفوا الله خصوش يبقى خارج يا رزق. لا بحال هكا مزيان هو هذا. بسم الله يا ودي اللي نصبح يوم برزتانا شوش طبق الفرسية خلصنا الكاربة رميها رميها سيد كبير رد رد سبيلة نهري ده بدا دايس في الشوية يعني صافي ريقلو ريقلو طعم طعم نجمعوها غير شي حبيبة خاصنا الكاربا اخي اي طلعت الكاربا. المهم خوتي الحصيله الثالثه نهري فركل كنت كتفركل فركل بلي يقولوا المشاهدين جايبينك ميت المسخوط هاكك قزقز قزقز دير زلك دير زلك كاربا خاصك هذا القراقر والربع هاي قد مقب وش بد ثلاثة الحصيلة الرابعة انا هرب يا اخوتي ديك الشيء ناضي ولكن دوماج خصو يكون كبير على الاقل خصو يكون فيه واحد 30 سنتيم ولا 20 سنتيم مشك ولكن غيتقلى 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 جر واجر جر الحوته وطاح في الواء وطاح ونط بالسمك زهر. شوف جاب واحد عندك دفلس عندك عويشه 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 اجي عويشه شد النوبه مع خوتك هما فينا هما هما خوتك عويشه المهم اخوتي اخ بيلال راه كيوجد العواد باش نضربو الشوايه ديال الحوت يشدينا السمك كريق العواد باش يشعل العافيه المهم اخوتي اسمحوا لي انا راه كنت كندوي ما عرفتش شنو وقع لي في التليفون حتى ما بقاش كيسجل لي الصوت. المهم راني كندوي هنايا كما كتشوفوا ولكن الصوت ما كاينش وانا ما بديت ما جبتها مشيت المونطي بغيت المونطي الفيديو عاد لقيت شنو وقع لي في الفيديو الصوت ما كاينش. المهم خوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو
سمحوا لي على الديفو اللي وقع لي في الفيديو البلان، والله ما عرفتو ولا شفتو كاع. شكرا لكم. المهم انا الاخ بلال شد هويشه الخامسه يمكن، اللهم بارك. المهم اخوتي، هنا الاخ زوير كيقد الحصيله ديال السمك، شدها مع عويشه والناري، داكشي صغير ولكن في القلي ديالو داكشي معروف تبارك الله. المهم البلا اللي وقع ليا هو ديال الصوت اللي تقاول فيه، ما عرفتش. كنت كنصور صافي، صونا لي واحد الدري صاحبي صافي، جاوبته ملي وليت نصور لقيت بلان اللي وقع. المهم خوتي اسمحوا لي على هذا الفيديو، كنت من ان شاء الله فلوق جديد غيكون احسن ان شاء الله. شكرا لكم بزاف. اخ بلال شد عاوتاني الحصيله السادسه عويشه. بلال مبغاش يتفك، كان باغي يبقى يصيد يشد شي حاجه، شي حوته كبيره. ما حلفناش الحظ، وهادشي اللي عطا الله وقبلو علينا اخوتي. المهم خوتي كما كتشوفوا الشوايه واجده. المهم الحوت، واخا شدينا الحوت الصغير اللي جا في المقله يتقلى ضروري، شدينا شي حويجات صغيرين. المهم هذوك ما فيهم ما يتقلى، راه ما بيزوش في الفيديو دوك، راه حناهم وديناهم للواد تيكبروا ان شاء الله. ان شاء الله غادي نفرجكم في واحد الفيديو ان شاء الله في صيد السمك، خصنا تخود الواد شويه وما يكونش الريح. هاد النهار هذا كان الريح. كنتمنى يعجبكم الفيديو، داكشي الجديد تبارك الله، اللهم بارك. ما كاين غير طحان اخويا، كاين لا شوك لا والو. والحد الواد معروف بالشوك، ولكن خوكم نقاي في الشوك د الحوت.
المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو ويكون على حسب الظن ديالكم. المهم كنتمنى لايك اشتراك الجرس، كنتمنى يعني الاعجاب ديالكم الفيديو. فلوق جديد ان شاء الله، الله يعاونكم خوتي.